عدنان دبر قلبي لا تمشي. أمي تركيني بحالي. اعتذر من ستك إلا أنه سرعت وغلطت. لا، مع أنك بتعرفي أنه ما بدي هالجواز، جبرتيني، يعني كله منك. الذنب الحقيقي ذنبك أنت. ارجع لوين رايح يا ابني، دخيلك لا تمشي. اهدي مرت عمي، اهدي. عدنان يا عدنان. مرت عمي انا رح الحق، لا تقلقي. بهي اهدي لا تعملي هيك بحالك، ليك العالم عم يطلعوا عليك. يلا اختي طولي بالك. خبر رستم يلا خليه يجي يوصلني على القصر، ما عاد قادر ابقى اكثر من هيك هون. رستم وينك انت؟ غانم اغا صار شي مو منيح بنوب، جمال اغا ضرب مجيد وقتله. غانم اغا ما سمعت اللي قلته؟ انت وينك هلا؟ حاش تبكي بهي، خلص اهدي. خبرت رستم يجي. غانم شبك؟ ليش ما عم ترد علي؟ رستم ما بيقدر يجي لأنه مع أخي جمال. غانم اللي ابني جمال شو صاير له؟ احكي ليش ساكت؟ احكي صاير شي مو منيح لأخوك. خلص طولي بالك رؤي، الله يخليك. غانم أنا أعصابي ما عم تتحمل. جمال، جمال ضرب مجيد وقتله. خلص بهي الدنيا كلها نصيب. طولي بالك ما في داعي تعملي هيك. عدنان اطلع معي. لا بلاها، ماني ناوي يروح على القصر. وانا ماني رايح لهنيك، يلا اطلع خلينا نروح نغير جو سوا. يلا اطلع خلصني. يلا عدنان يلا. حط الحزام. تمام، هلا فينا نمشي. خلصنا فردة بقى. بدي اسألك خالي. اسألي. كأنه انت فرحانة باللي صار؟ يوه ليش لأفرح؟ بدك الصراحة، انت مثل بنتي وما رح خبي عنك، اكيد كثير فرحت باللي صار. طيب ليش؟ يا بنتي أكيد أنتي بتعرفي ليش. دلال بنت ما بتتعاشر، وعدنان أكيد بيستاهل أحسن. أصلاً هو ما كان إله خاطر. طيب وأنتي ليش عم تضحكي هلأ؟ يلي بشوفك هلأ بفكرك أنتي الحماية الحقيقية. حاسة إنه ما عم تعجبك ولا عروس لعدنان. يعني أنا بعتبره مثل ابني، مربيته من هو صغير، أكيد ما بضحي فيه. اي حقك خالة فاطمة، انتي ما بتعرفي وين الحكمة. يمكن كل اللي صار يكون فيه خير لعدنان. خلينا ننطر ونشوف. انتي مانك نازلي على البيت؟ لا والله، بدي امرق على مركز البريد قبل ما يسكروا، مع انه تيابي مانن مناسبين، بس رح روح. معناها قررتي انه تبعتي المكتوب اللي كتبته الزهرة، ما هيك؟ ربي يجزيكي الخير، الله لا يفرق ام عن ضناها. امين. انا نازلي بخاطري. مع السلامه خالتي فاطمه.
ديري بالك على حالك. امي شبك. ما كان قدامي غير اني اضربه او بخسر ابني. احكي لي شو اللي صار زهرة. كانوا عم يتخانقوا هن الاثنين، علي و علي ومجيد. ايه صح، من عصبيته كان عم يخنقه لعلي، وشوي تانية كان رح يموتوا. بعدين اجى عمه جمال. ضربته مو لحتى اقتل، كان بس بدي يحمي لعلي. هذا اللي كان ناقصنا. ليلي شو بدنا نعمل هلا؟ رستم تعا. مريني. جمال ما رح يدخل على السجن. انت اللي رح تحمل عن ابني التهمة. مبروك والحمد لله على سلامة بنتك، وضعها كتير منيح. عن جد عم تحكي؟ الله يبشرك بالخير دكتور. إذا بقيت حالتها مستقرة بهاليومين من طالعها من العناية المشددة. سمعتي مؤمنة خانم؟ إيه سمعته. الحمد لله سونا ما صار لشي. إيه الحمد لله يا روحي. مجيد آغا شو رح ينبسط بهالخبر؟ إيه. يلا ارتاحي. شو قلت رستم؟ أغاي ابني لساته صغير، ما صار عمره 9 سنين. انت كمان لما اجيت على القصر وقتها ما كان عمرك 9 سنين. لا تشغل بالك، مو معقول نترك ابنك من غير اهل. رح ندير بالنا على عيلتك ورح نعيشهم احسن عيشه. خلص مثل ما بتأمري خان. اصلا مجيد هو اللي حاول يقتله لعلي، وانت عملت هيك مشان تدافع عن علي. ولأنك كنت عم تدافع عن غيرك ما بتنحبس كتير، وفي شهود على الحادثة. انت مالك شاهدة زهرة؟ بوس ايدك. لا ما بقدر اقول غير اللي صار قدامي. انت طول مالك عايشة بالقصر وعم تاكلي من خير هالعيلة، ما فيك تقولي الا اللي بدي انا. أمي مستحيل أقبل إنه حدا يدفع ثمن غلطي. لا تحكي هيك يا جمال، كل هالسنين كانت حسرة بقلبي شوفتك، استنيتك كتير، بس هاي المرة عمري ما رح يسمح لي إني أرجع استنى. عم تفهم علي جمال؟ اللي راح يشرب كاس شاي وراجع. ما عم يرد على موبايله، الظاهر التهى بالحكي. إيه؟ هي المسألة رح تبقى بيناتنا، كلمة واحدة ما رح تطلع برا هالمكان. فهمتي علي ولا ما فهمتي يا كنتنا؟ ما جاوبتيني، فهمتي علي؟ أي منيح، إذا بسمع إنك نطقتي ولو بكلمة عيونك بشلك ياهن وإنت بتعرفيني. اتصل بالشرطة ابني غانم، قلن رستم ضرب نجيد وقتله. Thank you.
فوق ما في حدا بنوب؟ يا الله دخيلك، يعني انشقت الأرض فجأة وبلعت الكل. أصلاً جمال من أول العرس كل شوي عم بيغيب. زهرة كمان مو مبينة. يا الله وين راحوا هلا؟ انشغل بالنا كلياتنا، وينكم خير؟ مرت عمي شبك ليش هيك مزعوجة؟ جمال صاير شي معكم؟ أقول أي شي جمال؟ مجيد أعطاكم عمره. هو ورستم تخانقوا هن الاثنين ومات على ايده. دلال لا تعملي هيك بحالك، خلينا نفوت لجوا. لا اتركيني، بدي شم شوية هوا نظيف، حاسة حالي يا أمي ما عم بقدر اتنفس. يا عمري انتي بنتي، ايديكي من البرد بوظوا، اذا ضليتي هون رح تمرضي. يلا دلال خلينا نفوت. خلص تركيني، بوس ايدك لا تجبريني. ايه المهم تكوني مرتاحة، فايت اجيب لك شي حطه عليكي. ما بقدر ضل قاعدة هيك، طول ما هديك المخلوقة عايشة وعم تتنفس ما رح ارتاح. غانم ورستم ضلوا بمديرية الأمن ورح يخبرونا بكل شي بصير معهم. ورستم قديش ممكن ينحكم؟ قال غانم إنه ما بينحكم كتير، أصلاً علي قال بالتحقيقات إنه مجيد كان بده يخنق ويخلص عليه على الآخر. صار فيه اللي بيستاهلوا هذا الحقير. علي أمي شوفي، لو هالوسخ انقبر من زمان كنا خلصنا منه. علي أنت كيف فيك تحكي هالحكي؟ ما عم بفهم شو قصتك. خلصنا أمي؟ كلياتكم ضحكتوا علي، قلتوا لي سونا منيحة وسدات، على أساس وقعت وما صار لا شيء، ما قلتوا لي إنه ضربها الوحش. هي لأنه كنا نعرف إنك رح تجن وتساوي هيك، لأنك متهور وما بتفهم، وأنت نفس الشيء زهرة. هاي الزلمة مات بسبب تهوركن، ورستم دخل على السجن. خلصنا، حاجة تحملونا نتيجة أخطاء ما عملناها. أصلاً لولا هالشغلة السخيفة يلي اسمها مبادلة ما كنا اليوم عم نعيش كل هالقصص هي. والحق مو علي مفهوم؟ ولا على زهرة ولا على عم رستم. وإذا كان في حدا مذنب أو عليه الحق بكل اللي صار، فهو العادات والتقاليد تبعكن يلي ضد العقل والدين. دلال جبتلك غط. وينه؟